انطلقت القافلة الثانية من مساعدات وزارة الأوقاف محملة ب50 طن لحوم لأشقائنا في قطاع غزة. كانت القافلة الأولى من مساعدات وزارة الأوقاف قد انطلقت بالأمس إلى معبر رفح البري تحمل 200 طن سلع غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف المصرية لأهالينا في قطاع غزة. الله سبحانه وتعالى، انطلقت أمس القافلة الأولى 31/10/23 المقدمة من وزارة الأوقاف لأهالينا في قطاع غزة، وكانت القافلة 200 طن من السلع الغذائية مقدمة من وزارة الأوقاف المصرية لأهالينا في غزة. وإن شاء الله القافلة الثانية اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، والقافلة الثانية إن شاء الله هيبقى 50 طن من اللحوم، واللحوم دي طبعا إحنا جهزناها تقريبا بأن من 3 لـ4 أيام شغالين فيها بنجهزها بحيث تبقى على أكمل وجه. تقديم 50 طن من اللحوم الطازجة لأشقائنا في غزة كما نرى الآن، وزارة الأوقاف لا تألو جهدا في تقديم المساعدات لأشقائنا في غزة أو للأسر الأولى بالرعاية داخل جمهورية مصر العربية. بالأمس يمكن تحركت قافلة محملة بالمواد الغذائية بحوالي 200 طن إلى معبر رفح للمساهمة في رفع العناء عن أشقائنا في غزة.